الله. حبس الأنفاس الإسرائيلي نتيجة سوء تقدير القيادة الإسرائيلية للرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق انتهى إلى ما كان يخشاه الإسرائيليون. مئات الصواريخ والطائرات المسيرة شقت طريقها إلى أهداف استراتيجية داخل فلسطين المحتلة، وفتحت باب القلق الإسرائيلي على مصراعيه في مواجهة التحدي الإيراني، وأعادت طرح الأسئلة الصعبة حول قدرة إسرائيل على المواجهة من دون الدعم الأمريكي المطلق والشامل. الادعاءات الإسرائيلية لجهة تحقيق إنجازات في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية بفضل التدخل الأمريكي لم تحل دون اعتراف كبار الجنرالات السابقين بأن الوضع الاستراتيجي أكثر تعقيداً، وبأن إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في ردع إيران عن الهجوم، فيما نجحت إيران في إلحاق الأذى بإسرائيل، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض إسرائيل لإهانة علنية ثقيلة وغير مسبوقة. يجب أن نأخذ بجدية التهديدات الإيرانية، وأعتقد أنه يدور الحديث هنا عن تغيير للمعادلة. فالآن في كل مرة تريد إسرائيل مهاجمة هدف إيراني في أي مكان في العالم، عليها أن تفكر إذا ما كان من الجدير القيام بهذا، وهي حتى الآن كانت تعتقد أنها تستطيع القيام به وبأن إيران لن ترد. الرد الإيراني أنجز ردعا مقابل إسرائيل، لأن إسرائيل ستفكر كما قلنا مرتين بما ستفعل وإذا كان يجب أن تفعل. وفيما حذر خبراء من مغبة الاستخفاف بالإيرانيين واعتبارهم عدوا ذكيا ومتطورا، توقف آخرون عند المعضلة التي وضعها الهجوم الإيراني أمام صناع القرار في إسرائيل، بين الرد على محاولة إيران تدمير قاعدة نفاتيم الجوية والتسبب في ضرر غير مسبوق لإسرائيل، وبين اتباع خيار الاحتواء ولو بثمن قد يفسر ضعفا إسرائيليا، خيار من شأنه بحسب الخبراء أنفسهم أن يعزز العلاقات المتضررة مع الولايات المتحدة، وربما يساعد في إقامة تحالف مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ويجنب إسرائيل مواجهة مفتوحة مع إيران لا يعرف أحد كيف تنتهي. منال إسماعيل، الميادين.